يوصف أمير المؤمنين عليه السلام بأنه الأنزع البطيء. طيب الأنزع البطين إلها تفسير عند أهل البيت. عدوان علي الحاقدون على علي فسروها تفسير ثاني. شنو التفسير الثاني؟ قالوا الأنزع يعني ما عنده شعر. إجا واحد شوية عنده حب وعنده غيرة على علي شوية، وبالمقابل واحد عنده عداوة على علي أكثر من العدوان. اللي عنده عداوة ويا علي ما قال بس ما عنده شعر، قال عنده كم شعرة براسه من ورا حتى يطلع علي بأنه شخص مشوه لا شعر له، مع العلم أن أمير المؤمنين عنده فروة إلى شحمة أذنه كرسول الله وكولده الحسن. النبي يسمونه ذو فروة، الحسن يسمونه ذو فروة، علي ذو فروة. هم يقولون لا، أنزع يعني ما عنده شعر، بطين يعني شنو؟ يعني عنده كارش مثل ما يقولون. بينما تعال شوف التفسير الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله معنى الأنزع البطين، وهذه الليلة سجلوها. وأتمنى اللي عنده حساب بتويتر بالإنستغرام حتى اللي عنده بالواتساب يدزها، هذه يعتبرها تقرب إلى علي بن أبي طالب، حتى إذا واحد ما يدري أو غافل يكون مساهم في بيان أسرار أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك ومحبي شيعتك ومحبي محبي شيعتك، فأبشر فإنك الأنزع البطين، منزوع من الشرك بطين من العلم. أعيد إيه؟ فأبشر فإنك الأنزع البطين، منزوع من الشرك بطين. يعني أنت يا علي مو مثل ذيلاك اللي عقب ما أشبع من السجود للأصنام تالي إجا، أنت أصلا حتى الشرك ما يمر بالك، بل علي مع الإيمان والإيمان مع علي. بعد بطين شنو؟ الناس تخمك عيش ولحم، أنت لا، بطين من العلم والمعرفة. العالم بعد ما قدر يطلع شيء من علمك يا علي، ملئ علي علما. فهذا معنى الأنزع والبطين. أنزع شنو يعني؟ يعني لا علاقة له بالشرك أبدا، بل هو محض الإيمان. بطين يعني ملئ علي علما وحكمة. هذا المعنى إلا استفاد الجواهر الشاعر من إجا يحكي ويا الإمام الحسين عليه السلام في قصيدة العينية فداء لمثواك من مضجعي. قال شنو؟ ويا ابن البطين بلا بطنة. الناس من يقولون فلان بطين يعني شحم عنده، أنت بطين لكن بطين علم، هذا نفس معنى النبي. ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاصر الأنزعي. شنو الفتى الحاصر؟ كلهم إذا طبوا الحرب حطوا على رؤوسهم خوذة يخافون ضربة تجيهم، علي أبدا يلف عمامته ويدخل ما يحتاج إلى خوذة. أنزع، أنزع شنو؟ أنزع الناس كلها إجت من إلى الإسلام بعد أن على الأقل تأثرت بالكفر، علي أبدا محض إيمان محض تقوى. هذا معنى الأنزع البطين.